بعد قضاء ليلتهم في المزدلفة، تم تصعيد ضيوف الرحمن إلى جسر الجمرات بمشعر منى وسط إجراءات أمنية ميسرة نجحت في تصعيد الحجاج لرمي جمرة العقبة الكبرى. وتواصل البعثة الطبية المصرية عملها لرصد الحالات التي يتم دخولها المستشفيات للوقوف على الخدمة العلاجية لهم خلال أيام المشاعر. هذا المشهد المهيب هو القاسم المشترك في كافة الطرق المؤدية لجسر الجمرات، فوسط إجراءات أمنية ولوجستية منظمة وبعد قضاء ضيوف الرحمن ليلتهم في المزدلفة، تم تصعيدهم لجسر الجمرات من خلال استراتيجية وبدائل تم وضعها لكافة الحجيج لتمكينهم من التصعيد بشكل مرن وميسر. في تعليمات مشددة من دكتور عمرو رشيد رئيس بعثة وزارة الصحة المصرية بمتابعة جميع الحالات المرضية في جميع المستشفيات اللي موجودة في المشاعر خاصة في اليومين دول. طبعا أي حالة بتدخل الطوارئ أو بتدخل الاستقبال لازم بنتابعها، بنشوف الوضع بتاعها إيه وتطورات الحالة إذا كانت بتكتب لها خروج أو بتتحجز في المستشفى، ثم بنبدأ نتابع الحالات المحجوزة في المستشفيات إذا كانت في قسم عادي أو في عناية مركزة، ولو في حالات لا قدر الله وفيات او بعد كده بنبدا نتابع الحاله لحين انهاء جميع الاجراءات الخاصه بيها. الحالات طبعا اغلبها بخصوص ارتفاع درجات الحراره، يعني بيبقى زي ارتفاع درجه الحراره بيعمل انخفاض في الضغط، بيخلي الحاله طبعا مش قادر ان هو يواصل المشاعر بتاعته او مش قادر يواصل المناسك المطلوبه منه، فبيدخل المستشفى في الاستقبال او في الطوارئ في خلال نص ساعه او ساعه، بتتعامل مع الاجراءات المبدئيه البسيطه او الاسعافات الاوليه اللي بتتعامل مع الحالات في الوضع دوا، وبيتم خروج الحاله في خلال ساعه بالظبط من الاستقبال. كما تواصل البعثه الطبيه المصريه عملها على الجانب العلاجي والوقائي لتامين الوضع الصحي للحجاج المصريين خلال ادائهم المشاعر. نوصي الناس بشرب الميه باستمرار منعا من حدوث الاجهاد الحراري والجفاف، بنوصي الناس بعدم السير تحت اشعه الشمس مباشره، استخدام المظله، السير دايما في الاماكن المظلله، الاماكن اللي فيها رذاذ ميه، الحاج لما يحس بارتفاع درجه حرارته يحاول يلطف وجهه او يخفض درجه حرارته بغسل وجهه بالميه باستمرار. اجواء روحانيه وفرحه غامره انتابت ضيوف الرحمن كافه لادائهم المناسك. ما شاء الله الفنادق كويسه جدا قريبه من الحرم، عرفات كويسه جدا، التنظيم كله ما شاء الله يعني حاجه كويسه جدا جدا. الحمد لله احساس جميل جدا، وكان نفسي فيها من زمان، كان نفسي فيها من زمان قوي يعني. مبسوطه طبعا، ده كان امنيتي حياتي كلها. مبسوطه مبسوطه جدا لان انا كان نفسي من زمان احج. احساس حلو والله ومتعه، وعقبال يا رب عقبال الحبايب كلها. هنيئا لضيوف الرحمن الوقوف بعرفه ورمي جمره العقبه الكبرى لتبدا ايام التشريق وتبدا معها صفحه جديده ناصعه البياض خاليه من الذنوب، نسال الله ذلك. محمد حلمي، التلفزيون المصري.